ومن القاهرة ينضم إلينا مراسل الغد محمد عاطف. محمد، إذا بندغر أشار في مؤتمره الصحفي قبل قليل إلى عمل مشترك لإنقاذ الاقتصاد اليمني، يعني ما هو شكل المجهودات التي يطلب فيها الآن هذا العمل المشترك لإنقاذ الاقتصاد اليمني، وما هي آليات تنفيذه؟ نعم، يعني طبعا اللجنة الاقتصادية تدرس الأعمال والآليات المشتركة التي أشار إليها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بشأن إنقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار وانهيار العملة المحلية. من أهم هذه الأعمال أن رصدوا أن 60% من حجم الطلب على العملة الأجنبية في السوق اليمني يرجع إلى تجارة المشتقات النفطية، وتم اتخاذ إجراء أو استصدار قرار بشأنه منع تراخيص السفن الخاصة بتجارة المشتقات النفطية قبل أن تورد أو أن تتعامل رسميا مع البنوك والمصارف الرسمية. حتى لا يعني ندخل في تفاصيل أقرب، معي ضيفي السيد راجح بادي، مستشار أو المتحدث باسم الحكومة اليمنية. سيد راجح، يعني إلى أين وصل الوضع الاقتصادي ويعني سعر الريال اليمني اقتصاديا؟ صباح الخير سيدي الكريم. بالتأكيد يعلم الجميع أنه الوضع الاقتصادي في اليمن في الفترة الأخيرة يمر بظروف صعبة، نتيجة يعرف أسبابها الجميع، من الحرب التي فرضت علينا من قبل ميليشيات الحوثي، التدخلات الإيرانية في السوق سواء عبر ضخ كميات كبيرة من العملات المزورة، وإضافة إلى أنه مؤخرا تم ضخ مليارات الريالات التي اكتشفنا مؤخرا ضختها ميليشيات الحوثي وتم طباعتها في إحدى الدول الأسيوية، وهذا ما وصلنا مؤخرا. وإضافة إلى بعض العوامل الأخرى، لكن هناك الآن تحرك سريع خاصة بعد تشكيل قرار رئيس الجمهورية بتشكيل اللجنة الاقتصادية برئاسة الأستاذ حافظ معياد، وهي اللجنة التي تعمل بشكل دؤوب حقيقة. وهذه الورشة التي تعقد اليوم في العاصمة العربية الأولى القاهرة لمناقشة الآليات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم 75 بشأن استيراد المشتقات النفطية. نحن كنا نعاني في الفترة الماضية أن المشتقات النفطية وتجار المشتقات النفطية كانت تتم عملية الاستيراد بشكل عشوائي وبشكل تستطيع أن تقول أنه فوضوي إلى حد كبير. 60% كما ذكرت، 60% من العملة الصعبة في السوق المحلية يتم جمعها من قبل تجار المشتقات النفطية، ويتم الحصول على هذه الكمية من العملة الصعبة عبر محلات الصرافة وعبر التجار السوق السوداء بعيدا عن البنك المركزي والبنوك التجارية. الآن اتخذ قرار من مجلس الوزراء بوقف الاستيراد بشكل كامل للمشتقات النفطية، ولا تتم عملية الاستيراد إلا عبر فتح الاعتمادات في البنوك المعترف بها والمصرح لها بالعمل حتى يتم إيقاف عملية المضاربة بالدولار. وهذه الورشة الآن بحضور تجار من كل المناطق اليمنية، كانت هناك دعوة وجهت لعدد من التجار المتواجدين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وكانت هناك تأكيدات بحضورهم، لكن اليوم فوجئنا قبل ساعات من انعقاد الورشة أنه ميليشيات الحوثي منعت هؤلاء التجار من مغادرة صنعاء والتوجه إلى القاهرة للمشاركة في هذه الورشة. طيب سيدي، يعني أنتقل إلى الوضع الأمني هناك، إلى أين وصل الوضع الأمني في اليمن وتحرير بعض المحافظات؟ الجبهات العسكرية بالنسبة لنا مشتعلة في أكثر من جبهة، وخاصة في الأيام الأخيرة القليلة الماضية كما تتابعون جبهة الساحل الغربي، هناك تقدم كبير تحرزه قوات العمالقة والجيش الوطني وألوية الحماية الرئاسية المشاركة في هذه العمليات العسكرية. هناك انتصارات، هناك انهيار في جبهات في صفوف ميليشيات الحوثي، هناك مصرع عدد من القيادات الكبيرة من قبل في ميليشيات الحوثي خاصة في جبهة الساحل الغربي. الآن هناك جهود يبذلها المبعوث الأممي
وبشأن طرح عادة أفكار هي التي طرحها بشأن ميناء ومحافظة الحديدة. هذه الجبهة هي الجبهة الأسخن، هناك جبهة أخرى ربما الإعلام ليس مسلط الضوء عليها وهي جبهة صعدة. هناك تقدم كبير لقوات الجيش في كثير من جبهات صعدة، وأصبحت يعني قوات الجيش تقترب أكثر وأكثر وتحقق انتصارات كثيرة وتقترب من منطقة مران، مسقط رأس مؤسس هذه الحركة الإرهابية الصريح حسين بدر الدين الحوثي. سيد رجح أخيرا في عجالة، الوضع الإنساني خاصة أن كل 10 دقائق طفل يموت في اليمن نتيجة الإسهال والأمراض. الوضع الإنساني في اليمن وضع صعب جدا، ولعلكم تتابعوا تقارير المنظمات الدولية تحذر من خطورة الوضع الإنساني، وكما تعلم هناك تقارير حتى دولية حملت ميليشيات الحوثي يعني الوقوف أمام إيصال المساعدات للمحتاجين لها في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي. كما تعلم المناطق المحررة الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي يعني فيها أفضل بكثير من الوضع في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. ميليشيات الحوثي طيلة الفترة الماضية كانت تستولي على كثير من المساعدات الإنسانية التي تصل عبر ميناء الحديدة، وتقوم ببيع جزء منها وتسخير قيمة هذه المساعدات للاستخدام في المجهود الحربي، والجزء الآخر لا يتم توزيعه للمستحقين من المواطنين اليمنيين، أما يتم توزيعه للقيادات الحوثية وللمناصرين لهذه الحركة، ويحرم الإنسان المواطن المحتاج لهذه المساعدات. وبالتأكيد هذه جرائم حرب تتحمل مسؤوليتها ميليشيات الحوثي ولا تسقط بالتقادم، وسيأتي اليوم الذي تحاسب فيه هذه الميليشيات التي دمرت للأسف الشديد حاضر ومستقبل اليمن. شكرا سيد راجح بادي المتحدث باسم الحكومة اليمنية، كنت معي على قناة الغد، وسنتابع معكم أعمال اللجنة الاقتصادية اليمنية كلما جد جديد. شكرا جزيلا مراسل الغد من القاهرة محمد عاطف، وشكر موصول طبعا لضيفك الكريم.